مرحبا بكم في الدرس الخاص بالمستوى الثاني للجامعة. أعتقد أنه يجدر بنا البدء ببعض المسائل، وأمل أنه أثناء قيامنا بحلها ستستطيعون فهم آليات وطرق التعامل مع هذه المسائل. حسنا، لنفترض أن معي 11 زائد 4. 11 زائد 4. في البداية ستقولون لا نعرف كيف نتعامل مع الأعداد ذات الرقمين، ولكن نفكر بطريقة معا كيف نستطيع حل هذه المسألة لجمع الأعداد بشكل عام. فأنتم تعرفون كيف تجمعون الأعداد من رقم واحد، والآن لنتعلم هذه الطريقة. أولا ننظر إلى الرقم في أقصى اليمين، هذا الواحد، وهو في منزلة الأحاد، صحيح، لأن الواحد يساوي واحد، وواحد هنا يساوي عشرة. لا أريد أن أشتتكم، فقط أريد أن أريكم ربما لاحقا كيفية التعامل مع المنازل. الآن واحد زائد أربعة هنا يساوي خمسة، تعرفون هذا، صحيح، تعرفون أن 1 زائد 4 يساوي 5. هذا كل ما فعلته، فقد جمعت الواحد هنا والأربعة هنا لتساوي 5. الآن سأذهب لهذا هنا، هذا الواحد زائد لا شيء، لا يوجد هنا شيء سوى علامة الجمع، إذن 1 زائد لا شيء يساوي 1. نحصل على 11 زائد 4 يساوي 15. تعرفون أن هذا النظام يعمل فعلا، ولكن لنتأكد ونرسمها بطرق مختلفة حتى نعطيكم حدث لماهية 11 زائد 4. نرسم 11 كرة، هنا خمس كرات، وأيضا إذا أعدها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11، إذا لدي 11 كرة. لأتأكد مرة أخرى، نعم لم أخطئ، إنها 11 كرة. على العموم سنقوم الآن بالتفكير، نجمع لها 4 كرات أخرى، 1 2 3 4 هنا باللون الأصفر. ما علينا فعله أن نعد الكرات أو الدوائر هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذن تلاحظون أنه نفس الناتج، ولكن سيأخذ وقت طويل. ماذا إذا كانت الأعداد أكبر من ذلك؟ إذن نفضل أننا أخطأنا بالرسم الكرات وأعدادها، سنحصل على جواب خاطئ. لذلك دعوني أرسم خط الأعداد، أعتقد أنكم قد رأيتموه في دروس سابقة. نبدأ بالترتيب: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وهذه الأسهم تعني أنه الأعداد تستمر في الاتجاهين. أعلم أن هذا مبكر بعض الشيء، لكن في الواقع أنه إلى اليسار ستكون أعداد أقل من الصفر، وسنعود لهذا الأمر ربما لاحقا. دعوني أرى أين الأحد عشر. إذن هنا أبدأ من هنا في الدائرة الصفراء، هذه 11، نجمع له 4، هذا يعني أن نزيد على 11 4 خطوات إلى جهة اليمين. إذن نصعد إلى خط الأعداد لتصبح أكبر، نذهب 1 2 3 4، وفجأة نحن عند 15. مرة أخرى هذا يأخذ وقت طويل، لذا ممكن أن نصبح متشتتين. إذا نسيتم كيف تتعاملوا مع خط الأعداد مثلا، أو إذا كانت هناك مسائل أصعب، الآن دعوني أحل بعض المسائل الأخرى. مثلا لنأخذ 28 زائد 7.
حسنا، 8 + 7 سأخبركم. صراحة أنا أحيانا أجد صعوبة في جمع 8 و7، ولكن أعتقد أنني حفظتها. 8 + 7 ممكن إذا لم تعرفونها فقط ارسموها على خط الأعداد كما تعلمتم في الدروس السابقة، ولنحلها. هيا بنا نحلها على خط الأعداد. هذه المرة أبدأ من ليس من الصفر، ربما أبدأ من الخمسة. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 وهكذا، وتستمر حتى 100 أو 1000 أو مليون أو تريليون. إذا ما نفعل هنا؟ نبدأ بجمع 8 + 7. ما هو الإجابة؟ نبدأ من 8 ونزيد، دعوني أغير الألوان، 1 2 3 4 5 6 7. حسنا، إنها 15 تظهر مجددا. 8 + 7 = 15. كلما تدربتم مع مرور الوقت سوف تحفظون أو تستطيعون حل هذه المسائل بسرعة أكبر. إذا لا ضير في استخدام خط الأعداد إذا كنتم ما زلتم تحتاجون للتدريب. الآن ممكن أن تستخدموا أيضا الدوائر. 8 + 7 = 15. لا تكتبوا 15 هنا، تكتبون 5 هنا، هذه الخمسة، والواحد تحملون وتضعونها فوق الاثنان هنا في الأعلى. إذا سأقوم بشرح موضوع حمل الأرقام والمنازل ربما في درس لاحق. الآن لنحل هذه المسألة. الواحد نضعه فوق الاثنان ونجمعه معها، إذا 1 + 2 نحصل على 3. إذا الناتج النهائي هو 35. إذا 1 + 2 = 3 قلنا هنا، وهكذا انتهينا. 35. يمكنكم أن تسألوا هذا منطقي، 28 + 7 = 35. هناك بعض الطرق التي يمكن أن أفكر بها لحل مثل هذه المسألة أو الأرقام الكبيرة، لكن انظروا، 8 + 7 = 15، 18 + 7 = ثقوا بي إنها 2 5 أو 25، 28 + 7 = 35، وهذه علامة صحة. إذا استمريتم وقلتم 38 + 7 = 45، وهذا النمط يتكرر. فقط اجلسوا وفكروا بهذا النمط، أوقفوا الدرس وفكروا فيه لماذا فعلنا ذلك. إذا تقول أن معي 28 وجمعت عليها 1 لتصبح 29، ثم 30 31، أجمع 4 32، أجمع 5 أحصل على 33، إذا جمعت 6 أحصل على 34، إذا جمعت 7 35. كل ما فعلته أنني قلت معي 28 وقمت بجمع 1 في كل مرة 7 مرات. الآن ربما تفهمون ما نفعله بعد أخذ المسألة الصعبة التالية. 99 + 9. هنا لدينا ما نتيجة 9 + 9؟ إذا كنتم لا تعرفون يمكن أن تحلوها إما باستخدام الدوائر أو خط الأعداد. هذه طريقة سهلة للتعامل مع الأرقام. إذا 9 + 9 = 18. إذا هنا 8 ونحمل الواحد هنا، 1 + 9 = 10. إذا نضع الصفر في الأسفل وواحد لا شيء نجمعه، إذا نضع العشرة بالأسفل، إذا 108، لدينا 108. نحل مسألة أخرى لنقول 56 + 7. لدينا 6 + 7 = 13 صحيح، 3 ونحمل 1، 1 + 5 يساوي 6، إذن 63.
ربما تريدون حل بعض المسائل الآن وقد فهمتم ما فعلناه وتستطيعون أن تحلوا مسائل من المستوى الثاني للجمع. استمتعوا.